محمد قول لي تسأليني قصة الذكاء الاصطناعي تفتكر ممكن تأثر على فن الكاريكاتشر؟ لا هتأثر أكيد هتأثر هتأثر بالإيجاب أنا بشوف ده يعني أنا دايما بالإيجاب طبعا زي التكنولوجيا خليني أقول الروبوت موجود من إمتى؟ موجود من التسعينات من بداية التسعينات تقريبا ممكن من قبل كده بشويتين هل الروبوت حاليا مع تطوره هل هو حل محل الإنسان؟ هل لا. حل الانسان في بوجه العموم مش هقول حد انسان متميز ممكن يكون بيساعد بس مش بيحل محله لحد دلوقتي ولا هيحل محله ولا هيحل بالعكس هو هيكون بيساعد الذكاء الاصطناعي او الاي اي هو فعلا هيكون بي 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 اهم حاجه بس احنا نكون عارفين معنى الذكاء الاصطناعي صح يعني هو الموضوع مش ابلكيشن هو الذكاء الاصطناعي هو مش ابلكيشن موجود على الويب على او ويب سايت موجود بيعمل بيحول صور لرسومات او لحاجه احنا بنشوفها على السوشيال ميديا يا محمد كم صور بتنزل كاريكاتير بس معموله طبعا بالذكاء الاصطناعي تمام يعني السوشيال ميديا بقت مليانه رسومات بالطريقه دي حقيقه خليني اقول لك دي حقيقه بس انا بشوف ان هي مش حاجه وحشه ومش حاجه هتكون بتضر اي مهنه عموما مش مهنه الارتست او الرسام اي رسام مش كاركتير بالتحديد لا بالعكس هي حاجه هتكون بتزود مش بتقلل يعني فانا عادي بالنسبه لي الاي اي تمام لان قبل الاي اي على فكره كان في طلعت ابلكيشنز بتحول الرسومات الصور لكرتون هل الناس استخدمتها في حاجه هي طلعت ترند شويه بتطلع بالظبط بتطلع ترند شويه وبعدين بعد شويه الناس بتزهق منها وبيرجعوا تاني لصورهم الطبيعيه طبعا بالظبط فخليني اقول ان 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 بالعكس دي حاجه هتزود جدا هتساعد الرسامين هتساعد المصممين الديزاينرز هتساعدهم كتير في شغلهم يعني بس ما توقفش المهنه لا 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 خالص